ولنقاش ملف الاحتجاجات الحالية بذقار ورفض المتظاهرين للانتخابات المقبلة رغم إصرار الحكومة الحالية على إجرائها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو السويدية الناشط السياسي حيدر السعدي. أهلا بكم أستاذ حيدر. السلام عليكم، وحييكم وحيي قناة المؤتمر الداعم للعراقيين حقيقة. وعليكم السلام أستاذ حيدر، كيف يمكن تفسير موقف المتظاهرين في ذقار الذين أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات ورفضهم للعملية السياسية؟ نعم، بالحقيقة هي حتى نكون أوضح، إحنا ما نقول إحنا راضين الانتخابات، لا بالعكس، الانتخابات ديمقراطية، بس هاي الانتخابات اللي تمثلها هاي الحكومة أو النظام الفاسد القاتل المجرم الإرهابي هاي ما تمثل الشعب العراقي. وشفتوا الشعب العراقي لما انطلع عليهم الإزاحة هاي المنظومة شلون قتلوهم وهجروهم، بس اليوم العراقيين لما تكاتفوا كلهم صاروا إيد وحدة، هذولا قاعد يقتلوهم. اليوم هذا الرفض هو قريب شهر العاشر بدأ يوصل، على مود نتمنى من الشعب العراقي كله يتكاتف ويصير إيد وحدة حتى ما تنعاد هاي نفس المنظومة. حقيقة هذا النظام فاسد والعراقيين كشفوا هذا النظام، بس بده يصير هسه احنا كله مجرد الاعيب سياسيه. وشفتوا مقتدى الصدر لما انسحب، هو مو فشي غريب، دائما هو ينسحب وقبل الانتخابات يريد يرجع حتى يسوي له دعايه انتخابيه. وهذا هو النظام نفسه، واي واحد ما محسوب، يعني ما محسوبين على تشرين اللي يشاركون بالانتخابات ولا على الشعب العراقي، كلهم دول عملاء الايران. ما جدوى الوعود الحكوميه بالتغيير المقبل في العراق؟ ماكو اي تغيير، هم نفس الاحزاب الحاكمه ونفس الشخصيات ونفس الارهابيين والمجرمين، هم نفسهم، بس مجرد يغيرون وجوه جديده. بس اذا ترجعين على الحكم الرئيسي، الاحزاب العمالقه اللي هم قتلوا العراقيين هم نفسهم يتحكمون بالشعب العراقي، هم نفسهم موجودين. فالشعب العراقي هو رافض هذا النظام الفاسد القاتل بمسمياته، كل مسمياته، من 2003 اليوم هو نفس الحاكم. إلى أي مدى يتعارض الدعم الدولي الحالي لحكومة الكاظمي مع آمال الشارع العراقي بالتغيير وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؟ مع الأسف المجتمع الدولي هو متواطئ ويا هذا النظام، وكل احنا شفنا انه التواطؤ مات بالعلني، وشون دائما ينطيهم شرعية. مع الأسف حتى الدول العربية اللي حضرت مع الكاظمية هذا كله دعم ويطوهم شرعية لهذا النظام. شنو اللي تغير يا ستي العزيزة؟ أبدا ما تغير، هو مقتدى نفس مقتدى وقيسة وهادي والمالكي، هم نفسهم هاي الشخصيات. تعطيني شيء واحد غير بيه؟ ماكو. إذا على الشعب العراقي كله يقاطع هاي الانتخابات، يرفض برمتهم، لأن هم نفسهم. وان شاء الله ان شاء الله بهاي الايام راح يشوفون انه ماكو واحد راح يقدر يرشح اذا مو راح نكشف كل حقائق ان شاء الله. في هذا السياق بالحديث عن الحقائق التي ستكشف، الى اين تتجه الاوضاع في الايام المقبله؟ وهنا اتحدث عن الحراك الشعبي ومتظاهري تشرين. نعم اختي العزيزه، كل الثوار تبقى على يوم 1/10 اللي هي قبل الانتخابات، هم راح يخرجون وايد وحده ومتكاتفين. طبعا هالمره راح تختلف عن بقيه الشباب اللي طلعوا والشابات العراقيين الاحرار، هالمره مختلفه لانه يعرفون العراق وين رايح. واحنا بعد هاي الامور اللي الاساليب الصبيانيه مال مقتدى الصدر اللي يحاول دائما يحسب نفسه على العراقيين وبعدين يرجع على هذا النظام اللي هو مؤسسه بميليشياته بسياسيين مالته، انا يعني اكد لك انه ما راح يصير اي انتخابات، والعراقيين كلهم مستعدين قرب المراكز وقرب اي مكان يحاول انه يسرق العراق مره ثانيه. شكرا جزيلا لكم الناشط السياسي حيدر السعدي، حدثنا عبر الهاتف من مدينه مالمو السويديه.